ازيك يا سامية؟ ألف مبروك، ده أنت شرفت الجيزة كلها يا سامية. ربنا يكرمك يا سامية وبالتوفيق إن شاء الله بإذن الله، وباركي لي لبابا وماما، وإن شاء الله هيبقى فيه قريب، هنكرمك وهنشوفك إن شاء الله بإذن الله في الجي يعني في المكتب عندي هنا قريب بإذن الله. وانت ليكي تكريم خاص خلاف التكريمات التانيه ليكي، يعني حتى بتوع الثانويه العامه انت ليكي تكريم خاص يا ساميه. ربنا يكرمك يا ساميه وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. انت ساكنه فين؟ قصه المطبعه. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. عايز تدخل كليه ايه؟ اسمها انجلش؟ ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يا سامي، ان شاء الله باذن الله، ونشوفك اعلامية قد الدنيا ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله.